قمنا اليوم بإحياء اليوم العالمي بدون تدخين. هذا اليوم هو يوم تحسيسي وتوعوي يهدف إلى تحفيز المدخنين عن الإقلاع عن التدخين. أيضا المستهدفين اليوم هم عمال الصحة، هما اللي راهم يحضروا المداخلة تاع اليوم. وهاد العمال تاع الصحة رانا نديرو لهم تكوين باش يتعلموا كيفاش يحفزوا ويعالجوا المدخنين ويساعدوهم على الإقلاع عن التدخين. ارتأينا اليوم أن نقوم بيوم تكويني خاص بعمال الصحة، وهما بدورهم ينقلوا الرسالة للمواطنين. الهدف منه هو وضع حلول منطقية وحلول في الميدان لوقف وإنقاص ويعني مكافحة آفة التدخين التي تشمل القُصّر إلى البالغين.